في ختام الحلقة شيخ سعيد، ما هي الدروس والعبر من سيرة ابن نضر العطرة، يعني السيرة العظيمة هذه بالرغم من صغر سنه؟ نعم، الشيخ بن يعني نتعلم من الشيخ بن النضر رحمه الله تعالى ان يعني الاجتهاد في طلب العلم، فهذا العالم تبقر وتبحر في العلوم، في علوم الشرع وفي علم اللغه، نعم، اللغه كذلك، وفي علم على ما اظن التاريخ، نعم، وهو في سن مبكر يعني وصل درجه الاجتهاد. فكيف هذا يعني هذا العالم الشاب لو عاش مثلا 70 سنه و80 سنه و90 سنه، كم من المؤلفات سنجد عنده، نعم، وكم كذلك من الآراء الاجتهادية وماذا التي لو لم تحرق المكتبة؟ نعم، ولو وكذلك لو لم تحرق هذه نعم المكتبة. نعم فعلى طلبة العلم أن يجعلوا من هؤلاء العلماء قدوة نعم ومثالا في نعم الاحتذاء بهم نعم وفي السير على منهجهم، وكذلك نتعلم منه يعني الشجاعة، نعم، لأن العالم لابد أن يكون شجاعا، نعم، وأن يعالج القضايا التي تحدث في مجتمعه بأحسن، كما قال الله جل جلاله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك أعلم بمن ضل، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا